هذا اليوم في ميناء الفاو الكبير تحديداً، وعلى رصيف رقم 5 من الأرصفة الخمسة لأحد مشاريع ميناء الفاو، حيث قد أعلن استلام المشروع بنسبة إنجاز 100%. ونحن كشركة عامة لموانئ العراق نعاهد وزارة النقل، نعاهد دولة الرئيس والحكومة العراقية بأننا ماضون على العهد ومستمرون بإنجاز هذه المشاريع، المشروع إلى أن تنتهي المشاريع الخمسة، بل الأكثر من هذا، نحن عازمون على تنفيذ خطة مشروع ميناء الفاو بالكامل، لكن حسب ما مخطط إلها وحسب جدواها الاقتصادية وحسب الجدول الزمني اللي تم من خلاله إعداد دراسة الجدول.